شاق كل مفتيد كالسحب غاب للشدائد قصة يحمل معان كثيرة نحتاجها في حياتنا، فإن كل واحد منا يتعرض للشدائد ويتعرض لأحداث هذا الزمان، فيحتاج في هذا الأمر أن يتعرف على قصص السابقين وكيف واجهوا هذه الشدائد وكيف تجاوزوها وكيف صاروا ممن يتأسى بهم في هذا المقام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله صلى الله عليه، ما تعاقب ليل ونهار وما ناح قمري وطار. حياكم الله إخوان الكرام، حياكم الله أخواتي الكريمات، مع حلقة جديدة من حلقات للشدائد قصة. وقصتنا اليوم هي تتمة لتلكم القصة وذلكم الموقف العظيم الذي مر بالإمام علي رضي الله عنه في غزوة الخندق، فقد كانت من الغزوات الشديدة على المسلمين، وكانت من الأيام العصيبة التي قال الله جل وعلا فيها وزلزلوا زلزالا شديدا. قال عن المسلمين المؤمنين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ بلغت كما قال جل وعلا إذ جاءكم فوقكم من أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. غزوة الأحزاب كانت من المواقف العصيبة على المسلمين، لا سيما على بطل قصتنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. غير الحصار، غير أن هناك حصار، إلا أن هناك اقتحام للخندق. قامت مجموعة من المشركين فاقتحمت في ثغرة من الخندق، اقتحم مجموعة المشركين بقيادة عمرو بن عبد ود المجرم القوي الشجاع الذي تعرفه العرب بشجاعته وبطولته، وكان قد قاتل يوم بدر وتخلف في غزوة أحد وعاد في غزوة الخندق، واقتحم الخندق مع مجموعة من المشركين، فبرز لهم ووقف أمامهم البطل الهمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاء الحوار المشهور يوم قال له علي رضي الله عنه أدعوك إلى الإسلام فرفض، قال فإني أدعوك إلى النزال، فقال له عمرو بن عبد ود ولكني لا أريد أن أقتلك يا ابن أخي. قال له علي رضي الله عنه وقد أغاظه بهذه الكلمة، قال أما والله إني أنا أحب أن أقتلك، إذا أنت ما تحب تقتلني أنا أحب أقتلك. فأغاظه، فنزل عمرو بن عبد ود من فرسه وقتل، ضرب فرسه فقتله، ثم جاء إلى علي رضي الله عنه فتبارز وجال كما جاء في كتب السير، وتنازل وتجاول حتى هم به علي رضي الله عنه فقتله قتلة عظيمة. قتله فكبر المسلمون تكبيرا عظيما، قتله وانهزم من كان معه من المشركين وعادوا وراء الخندق في جهة المشركين. هذا الاقتحام الوحيد الذي برز له الإمام علي رضي الله عنه، ذكر أهل السير أن عمرو بن عبد ود يوم جاء ليبارز الإمام علي وليبارز المسلمين وليدعو مفاخرا بنفسه وقوته، قال ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، يعني قاعد أنادي هل في أحد يبارزني، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. قال هذه الكلمات مفاخرا بكبره وخيلائه، لكن
الرد جاء عليه من الإمام علي رضي الله عنه الفتى الشجاع الهمام، ماذا قال له؟ فاصل يسير ونواصل بتيسير القدير. حياكم الله إخوان الكرام، حياكم الله أخواتي الكريمات. جاء إليه الرد من ذلك الفتى الشجاع، قال: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز. يعني يا عمر، إذا أنت دعيت للنزال أنا أجبتك، وأنا أتيت لنزالك في نية وبصيرة، والصدق بنجى كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، يعني أقتلك وأجعل النائحة تبكي لفقدك ولموتك. قال: من ضربة، يعني أقتلك بضربة، من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. الله أكبر، يعني الهزاهز الحروب والشدائد التي تأتي الأقوام والناس. فكان البطل الهمام رضي الله عنه عليا كان ممن أغاظ المشركين وشفي به صدور المسلمين، فكبروا وحمدوا الله تبارك وتعالى. وجاء بعد ذلك أن كان في ذلك الموقف عكرمة بن أبي جهل مع عمرو بن عبد الود، فهرب وكان على الشرك، فهرب بعد أن قتل عمرو، فقال حسان: فر وألقى لنا رمحه، لعلك عكرم لم تفعلي، ووليت تعدو كعدو الظليم، ما إن يحوز عن المعدل. يعني هربت وفررت ولم تلوي ظهرك مستأنسا، كأن قفاك قفا فرعلي. وهذا يدل على الحرب النفسية في القصائد التي تثبت المواقف وتثبت البطولات وتثبت تلك الشدائد التي مرت بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. غزوة الأحزاب كانت من الشدائد الكبرى على المسلمين، لأن كان في عمل غالب المسلمين الثبات في مقابل الحصار، إلا أن الإمام علي برز منه موقف البطولة والقتال. فإذا ذكرت غزوة الأحزاب ذكر موقف الإمام علي في قتاله لعمر بن عبد الود، وذكرت شجاعته وبسالته مع أنه كان صغيرا في السن، وذاك كان كبيرا مجربا قويا، تعرف العرب ذكره وشجاعته. لكن الإمام علي قد اجتمع له مع الإيمان وقوة البدن تثبيت المولى جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. فعلا نصره الله تبارك وتعالى وأعز المسلمين، وكانت هذه من الشدائد الكبرى التي عدت من مناقب الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. هكذا برز الأبطال، لا تبرز المناقب ولا المنح إلا بعد المحن، بعد الشدائد تبرز البطولات، وبعد المحن تأتي المنح، والنصر من عند الله تبارك وتعالى. هذا جانب من جوانب تميز الإمام علي رضي الله عنه، وجزء من الشدائد التي مرت به في بداية حياته وأثناء المعارك، لا سيما في غزوة بدر ثم أحد ثم في غزوة الخندق. ولنا كذلك مواقف من الشدائد التي مرت بالإمام علي في الغزوات الأخرى، لكن في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشاق كل مفتيد كالسحب.